الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا كمان حضراتكم في مشكلة ان الرشاش الفنية بتاعته مش موجودة. هنفتح المية ونوري حضراتكم زي كده. حضراتكم برضو عايزة متابعة، يعني بعد ما المية اتفتحت الفنية او راس الرشاش مش موجودة. اهي فلازم المتابعة. ولو رحنا عنده كده حضراتكم هنلاقي فعلا ان الفونيا مش موجوده. شايفين الفونيا بتاعته مش موجوده، فضروري ان احنا نتابع المايه. بس كمان حضراتكم المكان ده تحس برضو ان فيه حاجات مصفره شويه، حاجات خضراء قوي وحاجات مصفره. هنشوفه لما نفتح المايه، هنلاقي ان الحاجات الصفرة دي ما بيوصلهاش مية كويس، والحاجات الخضرة بيوصلها مية كويس. بص حضراتكم زي الجزء ده كده المية مفتوحة وشغالة، بتشتغل اوتوماتيك. بس لو لاحظنا مثلا حاجة زي كده، شوفوا الرشاش ده، شايفينه رشاش مفتوح بس مش طالع، واللي هناك اهو برضه نفس الحكاية مش جايب اللي ورا منه. بصوا حضراتكم ده نفس الحكاية مش طالع لفوق، فاللي ورا منه وحوالين منه حتة بس صغيرة اللي خضرة، والباقي تحس ان هو مصفر لان المية مش كفاية. دي المشكلة، يعني واحد زي اللي هناك ده يا اخويا الله ينور سلام، رشان زي ده النجيلة معكساه. واحد زي اللي هناك ده برضو مش طالع كفاية. هناخد بالنا من الحاجات دي حضراتكم، ان انا افتح المايه صحيح اوتوماتيك ولكن عايزه متابعه. ده اللي انا عايز اقوله من الفيديو ده. اهو كده اترفع لفوق النجيله كده مش معكسه، فلابد ان احنا نتابع المايه وهي شغاله.